استعرض النائب يحيى بدر الدين الحوثي اليوم محضر جلسة البرلمان المنعقدة الخميس الماضي والمتضمن منح الثقة لحكومة خالد بحاحة. وخلال قراءته للمحضر اعترض الحوثي على إدراج اسمه في محاضر الجلسات الفترات الماضية ضمن الغائبين بدون عذر. وانقطع يحيى الحوثي الأخ الأكبر لزعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي أكثر من 5 سنوات عن جلسات النواب، وبقي أغلبها في بنفى اختياري في ألمانيا الاتحادية. ورفعت عنه الحصانة البرلمانية مرتين بطلب حكومي إبان الحروب الأخيرة بين الجماعات والقوات الحكومية في العام 2010.